يوم عرفة سمي بهذا الاسم على أغلب الروايات لأن سيدنا آدم وحواء عليهما السلام نزلا من الجنة متفرقين، ثم بدأ آدم يبحث عن حواء حتى التقيا مرة أخرى على صعيد عرفات الطاهر، وهذا أشهر ما ورد في سبب التسمية. مع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى غاية غروبها من نفس اليوم هو وقت الوقوف بعرفة، حيث يخرج الحاج من منى متوجها إلى تأدية شعيرة الوقوف الذي يعد أهم أركان الحج، حيث يصلي الحاج في عرفة صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين. فإذا غربت الشمس ينفر الحجاج من عرفة إلى مزدلفة للمبيت بها، ويصلي الحاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يجمع الحصى ليتوجه بعد صلاة الفجر إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى. هي حالة ضيوف الرحمن وهم يؤدون اليوم ركن الحج الأعظم، وكانت الطرقات المؤدية إليه تضج بأصوات التلبية والدعاء وأنين التضرع إلى ربهم ورجاء رحمته ومخافة عذابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم.